خلال يومين الماضيين تم التداول والمتابعة الجلسات من قبل قادة الدول ورؤساء المجموعة الخمسة في الساحل فضلا عن رئيسي دولة السنغال وغانا، وتركزت المناقشات حول المسائل التي تتعلق بالأمن في الشريط الساحلي والدول الواقعة جنوب الصحراء. هذا وقد بحث الخبراء والوزراء في الساحل الخمسة جوانب عدة، منها إعداد استراتيجية مشتركة وخارطة الطريق للحد من النشاط الإرهابي ومكافحة كوفيد 19. كما سمح لقاء أنجمينا لقادة الدول الأعضاء على تسليط الضوء حول التطورات الجارية في جمهورية مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى الصراعات الدائرة في ليبيا. وأبدأ الزعماء وقادة الدول تمسكهم في إحلال السلام والتقارب في هذه الدول. ونشير إلى أنه فقد ورد في صلب خطاب مشير تشاد إدريس ديبي إتنو أثناء اختتام القمة داعيا الشركاء والدول الأعضاء بتضافر الجهود لأجل تحسين الأوضاع الاجتماعية في المنطقة ورفع التحديات الماثلة أمامهم، منها الصحية والأمنية. وفي ذات السياق أكد مشير تشاد تمسكه بمبدأ التعاون والشراكة في سبيل مكافحة الإرهاب، حيث تم إرسال 1200 من أفراد القوات المسلحة التشادية إلى المثلث الحدودي الواقع بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو بغية تعزيز الأمن والاستقرار، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة العادية لدول الساحل الخمس.